نظراً لأهمية موقع عماد السيد المسيح في المغطس، فقد تقرر تشكيل مجلس استشاري دولي للعمل على تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية وجذب المزيد من الزوار والحجاج له من مختلف بلدان العالم. التقرير التالي يسلط الضوء على أهمية هذا الموقع بالنسبة لمسيحيي العالم. تماشياً مع حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على حماية موقع المغطس والحفاظ عليه كوجهة عالمية للسياحة ورحلات الحج المسيحي، جرى تشكيل مجلس استشاري دولي للإشراف عليه، بحيث يضم 16 شخصية بينهم 4 أردنيين وهم زياد أبو جابر ونديم المعشر وطالب الرفاعي وشهم الورد. ويحظى موقع عماد السيد المسيح في المغطس على الضفة الشرقية لنهر الأردن بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وهو أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، فهناك عمد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، ومن تلك البقعة انطلقت المسيحية. وكان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني أعلن موقع المغطس وجهة للحج المسيحي خلال زيارته التاريخية في عام 2000. ويستقبل المغطس الحجاج المسيحيين من جميع الكنائس، وقد زاره البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر والبابا فرانسيس والبابا توادروس الثاني للأقباط، بالإضافة إلى العديد من كبار القادة الدينيين والسياسيين. ويضم المجلس الاستشاري خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والضيافة والتراث والترفيه وغيرها، وسيقومون بتقديم النصح والإرشاد من منظور استراتيجي ليصبح موقع المغطس مقصداً عالمياً لتجربة سياحية شاملة تغطي الأبعاد الدينية والتاريخية والترفيهية، وتراعي الحفاظ على الطابع الروحي للمكان بغية توفير تجربة سياحية متكاملة تحاكي تاريخ وقصة هذا الموقع المقدس، وتتناغم مع رسالة العيش المشترك والوئام بين الأديان في الأردن. ويساند المجلس الاستشاري جهود الأردن والهيئة الملكية لموقع المغطس من خلال تقديم رؤية استراتيجية لإعادة إحيائه كمقصد للحج كما كان عليه في الماضي، وتطوير مسارات للحج المسيحي تستغرق يوماً إلى 3 أيام، وتمر بالأماكن المقدسة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من الأردن مثل جبل نبو والبحر الميت ومكاور وتل مار الياس. ويستقطب المغطس مئات الآلاف من الحجاج سنوياً، وتهدف خطة التطوير إلى تعزيز البنية التحتية والمرافق لاستيعاب الملايين من الحجاج والزوار الآخرين من جميع أنحاء العالم.